السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب. لمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو كيفاش ترجع سرعة التعلصوري، كيفاش طريقة سهلة جدا بدون أي مشاكل. أولا دخول إلى إعدادات بهذه الطريقة، جينا بهذا الشكل، نجي هنا خاوتي هنايا نديرو هذه الزاوجة، ومن بعد روحوا نحوسوا تاع لاصوري خاوتي. هاي لاصوري موز هي كليكو عليها، ومن بعد نجيو هنا الثالثة خاوتي، ثم تلقاوها هنايا هنا في الوسط. شوف راها شوية راها ثقيلة شوية خاوتي. واش نديرو؟ نجيو هنايا ونديروها كاع التالي هنايا، ونديرو بلاي ونديرو اوكي. شفتوا السرعة كيف دايرة السرعة تاعها؟ ها السرعة. وكذلك تقدر ثاني تبدل الشكل تاعها، بدل الشكل تاعها، ها هنا الشكل تاعها تبدل عادي. هنا تقدر تبدل الشكل تاع لاصوري، ها هي لك الابيض كما حبيت. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.